وسهلا عفيفة خانم، كيفك؟ دعيت لك بالصحة والعافية يا مولاتي. خير؟ شو جابك بهالوقت بس ما يكون في شي مو منيح؟ بس مولاتي حضرتك انت اللي بعتي وراي. انا بعت وراكي؟ قولي عفيفة خانم، أنا ما طلبتك أبداً. إيه بس إجت جارية لعندي وقالت لي هيام فيروزة. روحي عفيفة خانم فوراً، الحقي فيروزة بسرعة قبل ما توصل له هيام. نزار آغا وينه؟ ما شفته يا عفيفة خانم. خلقوه من تحت الأرض وجيبوا لي إياه بسرعة. فيروزة مو موجودة، أكيد خفوها. نبش القصر يا عفيفة، يلا تحركوا. نزار آغا؟ وينكن لهلا؟ والله أنا كنت رح موت. شو صار يا آغا؟ ومين اللي ربطك هون؟ شو دخلك أنت مين ربطني؟ فك هدول بسرعة وسكر لي تمك. إيمون يلا. سلطانة شوفي، شو جايبك بنص الليل؟ خير إن شاء الله؟ مو أنا اللي لازم ينسأل هيك سؤال. شو عملتي فيها؟ قولي بمين؟ بتعرفي كتير منيح أنا مين بقصد. قولي شو سويتي يا هيام؟ وين فيروزة؟ شو دخلني وين بتكون أو وين مختفية؟ أصلاً أنا شو دخلني بهالموضوع؟ إذا بيصر لأي شي لفيروزة قسماً بالله لتكوني أنتي المسؤولة عن موتها يا هيام. عفواً شو بتقصدي؟ ما فهمت. شبها فيروزة ليكون صاير لشي؟ هيام عفيفة خانوم، خير إن شاء الله. شو اللي صاير بنص هالليل؟ تركني هلأ من مسرحياتك يا سنبول. وعم تقولي ليش فيروزة خانوم مو موجودة بجناحها؟ سنبول آغا، واضح انك متورط من ردة فعلك، وهالمرة مو مثل كل مرة، ما رح تنفض بجلدك وما حدا رح يسأل عنك. والله العظيم يا خانم انا ما دخلني بهذا الموضوع. نزار آغا فهمني وين كنت. لو تعرفي شو صار معي، كنت رايح لعند فيروزة كالعادة وما حسيت غير اجتني ضربة من ورا، ولما فتحت عيوني لقيت حالي مرمي بغرفة الغسيل ومربط. سكر تمك ولك واحد جلعود. ليش في حدا غيرك بيعملها يعني جيز؟ كنت أحسن ما خربط لك وشك. أنت وياه أحسنكن. اللي لشوف وين تركتها لفيروزة، وين كانت وقتها؟ والله يا آخر شي تركتها بدرس الموسيقى وكنت منبه عليها تستناني. يا مسكينة يا فيروزة. لك ليش ما بقيت معي يا غبي؟ يا ربي يلا روح قدامي. حاجة تهددي يا سلطانة، وما بسمح لحدا يتصرف معي هيك مشان شقفة جارية اللي استمبارح فاتت على الحرم لك. فيروزة اللي اجت مبارح صارت هي المفضلة عند مولاي، وهي اللي دمرت أسطورة عشقك الأبدي. بزماني قلتلكن إنه هالشي كله حلم وهالمرة ما لها وجود، ما صدقتوني. قتلتوها مو هيك؟ لا يا سلطانة، ما في لزوم. هي من وقت اللي اجت لهون أصلاً كانت ميتة. جاوبيني على سؤالي الوحيد بدون لف ودوران، فيروزة عايشة ولا ميتة؟ هالسؤال عفيفة خانم بتجاوبك عنه، لأنه هالجارية هي مسؤولة عن حمايتها.
رح روح خبر مولاك يا هيام، خليه يعرف شو عملتي بأكتر مرة بحبها بالحرم لك. روحي روحي. والله أنا ما دخلني يا عفيفة خانو، إيه منيح ما رحت بين إيديهم. قولك أنا ما وصيتك ما تخليها تطلع من غرفتها بالليل. هي أصرت تروح، شلون بدي إمنعها؟ ولا شي، دعي لربك ما يكونوا قتلوها. فيروزة فيكي شي؟ عفيفة خانو، فيروزة، فيروزة شو صاير معك؟ هيام شو عملت فيكي؟ اللي اجتنا من البلاد البعيدة، مو ملاحظة انه روحك ما لها اي قيمة هون؟ روحك بين ايدي باخدة امتى ما بدي، بس مو ناوية احرمك ياها هلأ، ورح خليكي تتنفسي بتعرفي لشو؟ احكي شو صاير يا فيروزة، لا تخافي قولي، ليش هيك خايفة؟ لا يكونوا قاطعين للسانة. فيروزة قولي لنا شو يلي صار معك. مفعول هالسم كتير قوي، حبيته لهذا الاختراع، نقطتين منه بس بيخلوا قلبك يتقطع ويفور دمك ليملي الرئتين ويخنقك وتطلع روحك. تعرفي ليش تضل حاملته؟ لأني وعدت نفسي بوعد وشهدت ربنا عليه، حلفت يمين معظم إذا بخسر جلالة السلطان اللي هو روحي، أو إذا بخسر عشقه لإلي رح أنهي حياتي وأشرب هذا السم. لأن حبه إلي سبب وجودي الوحيد. ما رح أحرمك من الحياة هلأ لتشوفي بعينك كيف هالحب اللي مخليني عايشة وعم اتنفس الهوى رح يخنقك ويمحيكي من الوجود. معناتها رح تندمي لأنك ما قتلتيني اليوم يا سلطانة. طالما كتير واثقة من نفسك، شو رأيك أعمل معك اتفاقية؟ وإذا مو اليوم بكرة واحدة منا رح تخسر، وفي حال صار وأنا اللي كنت الخسرانة، بدون تردد رح أشربه لهذا السم. وأنت يا فيروزة عندك الجرأة تعملي مثلي؟ وما بتردد للحظة، ورح ذكرك بوعدك هاد. فيروزة احكي شو صار لك؟ هيام شو عملت معك؟ ولا شي، ما عملت شي معي. كيف ولا شي؟
وهالحالة اللي أنت فيها. أنا منيحة سلطانة. فيروزة كوني مطمنة، نحن معك. قولي شو اللي صار. صدقوني الموضوع مو مستاهل. اجت لعندي السلطانة هيام وبهدلتني، صرخت علي وهددت وبعدين راحت. ايه وبس هيك؟ ايه بس، مثل ما خبرتكم. خلوها تروح ترتاح شوي. ما حكيت من الخوف. واضح ومبين قديش مخوفينا، ميتة من رعبتها. عفيفة خانو، ما رح يجيني نوم لأعرف شو صار اليوم. بوعدك أعمل كل جهدي يا مولاتي. شرحتوا لك كل القواعد والأصول؟ شرحنا لك كل شيء جنان خانم. شو اسمك أنت؟ شو ما سمعتي السؤال؟ الله يوفقك رجعوني لعند أهلي. لو سمحتي ساعديني، أنا لازم روح. الجواري ما بيصير يحكوا هيك بعد ما يصيروا بحرم لك الأمير مصطفى. أميرنا تكرم عليكي وطلب تكوني بالحرم لك، وهاد حلم كل البنات. انفتحت قدامك بواب الجنة وانت عم تقولي بدك تروحي؟ كوني عاقلة ولا تخبصي. خدوها. الكل يطلع لبرا. ما بعرف عن جد، ما حسيت بهيك شيء من قبل، بس كل ما بشوفه بحس بقلبي عم يرجع. أنا بقول أكيد. بيقدر يلاقينا فيه. لكان جاهزي غراضك، لأني رح أجي أخذك قبله. Thank you.
نورتي القصر. انت ليش هون؟ هيلينا، انت ما بتتخيلي سعادتي لانك فضلتيني عن كل امراء الدنيا. اطلبي مني اللي بدك اياه واعتبري الكون كله صار بخدمتك. فهمت شو قصدك. انت واحد كذاب وعم تتسلى بمشاعري. انت فعلا واحد كذاب نهائيا. كل شي عشناه كان حقيقي. وجودك هون بالقصر ما له غير سبب واحد، هو عشقنا. هيلينا، أنا هلأ ميتة مو هيك؟ وطلعت روحي على السما، وهذا أكيد مو حلم. أكيد أنا هلأ بالجنة. ليش ما خبرتني إنك أمير من الأول؟ كانت لعبة بالأول، بس بعدين تعلقت فيك وصرت مجنون بعيونك وجمالك. أنا ما عم بستوعب لهلأ كل البنات اللي بضيعتنا وريتا وحدة منهم كانوا بيتمنوا يجوا لعندك، وأنا بس اللي ما كنت بتمنى. تتذكري لما قلتي لي بفضل موت ولا كون جارية عند أمير؟ أنا ما بنسى كلامك أبداً. الأمراء يلي مثله ما بينزلوا لبين الناس وما بيفكروا غير بمصلحتهم وبس. بس بلكي هالأمير عادل؟ كل الأمراء شايفين حالهم ورافعين مناخيرهم لفوق. منيح مو سامعك وإلا كان قطع راسي. وهلأ صار فيك تقطع لي راسي. باخد روح أي حدا بيفكر إنه يلمسك. جنان، أمرك سلطانة. البنت الجديدة اللي اجت وينها؟ لساتها لهلأ مع سمو الأمير. عملتي مثل ما قلت لك؟ لا تقلقي يا سلطانة، سلطانة هيام ما رح يكون إلى إيد هالمرة. طمني بالك، البنت بأمان، وأنا وصيت الأغوات منيح مشان يديروا بالهم. كل الأمور حتكون منيحة. تعالي فاطمة. سلطانة، خير شبيك؟ سلطانة، الأمير جايب وحدة جديدة على حرمك، ومن لما أجد راحت دغري على الخلوة لعنده. يعني كان لازم ياخد الإذن منك قبل؟ أعوذ بالله. لا تعملي مشاكل، أحسن ما تندمي. عن قريب رح تجيبي له ولد، وهذا هو المهم. جنان، خدوا هيلينا على جناح المفضلات وفهموها مزبوط كل أصول الحرم ليك. مثل ما بدك سلطانة، بس في شغلة لازم تعرفيها بخصوص هالبنت. مبارح قالت شي ما كتير ارتحت له. شو قالت لك؟ طلبت منها نهربها
قال حابة تروح وكانت عم تحكي جد سلطانة. سلطانة؟ حاسستك مبسوطة وشك منور. شو فيروزة هي السبب؟ أنا كم مرة قلتلك لا تتدخلي بهالموضوع يا مريم؟ ليش ما بدك يعني اتدخل؟ أنا بدي اطمن عليكم بس. لا تتدخلي بنوب. ماشي، بس يجي أبوكي روحي واعتذري منه، بيكون مزعوج. معك حق. سلطانة. عفيفة خانم. سلطانة، في وراء للحرم لك لازم حضرتك تختميها. وراء شو؟ فيها قرار بخصوص زواج الجارية فريال خانم يا سلطانة. الست فريال؟ مين رح تتزوج؟ رجال عنده محل بقدر نكب، وقال وضعه كتير منيح. الباشا بده يزعل كتير. الأصول بتقول إنه فريال خانم لازم تتجوز واحد من أركان القصر، ما هيك؟ الوضع ما بيسمح بنوم، لازم نحن نستعجل قبل ما جلالة السلطان يسمع بالشغل اللي صارت. حضرتك تعرفي عن شو عم أحكي. شو بتقصدي؟ فيروزة خانم. شو صاير مع فيروزة خانم؟ ما رضيت تحكي بنوم، بس كانت منهارة وقت اللي لقيناها. هيام رح تضل ورا هالمسكينة لحتى تخلص منها. سلطانة، أنا بترجاكي لا تتورطي بهذا الموضوع أبدا. هيام ما رح تتجرأ أنه تقتل فيروزة. حاولت قبل بمرة وفريال منعتها. فريال منعتها؟ فريال خانم متوقعة نسامحها على الشي اللي ساوته. مسؤوليتي يا سلطانة اني احميها لفيروزة من اي شي بيأذيها. لازم تتحملي هاي المسؤولية وما تقصري بوظيفتك. أصلاً هن جابوكي لهون بس مشان فيروزة. كل هالقد مهم هالخانم؟ مريم روحي على غرفتك. سلطانة؟ عم قول روحي. اعذريني يا سلطانة، هذا واجبي ولازم أقوم فيه. أنا دائماً مجبورة إني أكون عادلة على طول. إنك تكوني عادلة؟ وليش معي عم تكوني ظالمة على طول؟ أنا وقت إجيت على هذا القصر كنت لحالي، ما حدا حماني منهم. حاولوا يأذوني أكتر من مرة، إبراهيم باشا والسلطانة خديجة، حتى السلطانة الأم ونهي الدوران، كلهم ضدي. تعرفي كم مرة حاولوا إنهم يقتلوني ويتخلصوا مني؟ ما كانوا يحترموني بنوب، نفوني من هون، بعدوني عن أولادي بدون رحمة، ووقتها ما كان حدا واقف معي. قالوا عني إنه أنا وحدة ظالمة، بس كل يلي عملوه فيني كان برأيهم مانو ظلم. قال عم يدافعوا عن السلالة. ووقت فيروزة اجت على القصر الكل دافعوا عنا. دخلتوا حياتي وحاولتوا انه تقهروني، خربتوا حياة اتنين بيحبوا بعضهم كتير، وفوق هيك استغليتوا طيبة قلبي. لتكون هي العدالة يا عفيفة خانم، وظيفتك.
أنا مو ناطرة منهم إنهم يحبوني أو يغيروا معاملتهم معي، بس أنتي ليش أنتي واقفة ضدي؟ أنا ماني فهمانة أبداً، ليش واقفة معهم وعم تساعديهم؟ أنا مرته للسلطان سليمان ومكتوب كتابي، جبت للسلالة العظيمة 5 أولاد، معقول مالي قيمة عندك؟ وبتفضلي فيروزة على السلطانة؟ أستغفر الله، أبداً يا سلطانة، معقول هالحكي؟ بطلب منك السماح يا سلطانة إذا شي مرة غلطت معك، بس والله أنا ما قصدت من هالحكي إنك توقفي معهم وتعاديهم كلهم كرمالي. أنا مستحيل أعطيكي أمر يخليكي تقصري بوظيفتك. أنا بس بدي منك إنه ما تظلميني. مو من واجبك تطبقي العدالة عن كل الناس الموجودين هون بالقصر؟ فيروزة، قلتي لحدا عن الشيء اللي صار مبارح؟ أكيد لا، الموضوع بخصني وبخص السلطانة يا فريال. بما أنك جريئة وعم توقفي بوش السلطانة هيام، يا أما أنت قوية يا أما بتكوني غبية، وإن شاء الله ما تكوني التانية. لا تاكلي همي، بكرة رح تشوفي أني ماني غبية يا فريال. أنت بتعرفي مولاي وين راح؟ خير إن شاء الله. شو اللي بدك ياه من السلطان؟ السلطان راح مع أخواتي الأمراء على قصر الصيد، عندك أي اعتراض يا خانو؟ فريال خانو؟ شو عم تساوي بالحرم لك؟ جهزي لي حالك، بتعرفي رح تتزوجي. سلطان أعطيني فرصة مشان صلح كل أخطائي. أنت رجعي على وكرك، روحي وتخبي فيه. بنصحك لا توقفي بوش السلطانة وياه، لأنه حياتك رح تكون الثمن. رح أخذك معي على الصيد، بس نروح على مريسا، الجبال والغابات هنيك بيختلفوا عن هون. مولاي قضيت فترة طويلة هنيك. مزبوط، بعتوني لهنيك وأنا صغير، بعرف المنطقة منيح. أخي الأمير مصطفى هلأ عم يحكم هديك الأراضي، أنا لوين بدي روح مولاي؟ على أي سنجق؟ لا تستعجل، رح تعرف بالوقت المناسب. مطولين لحتى نقعد ونرتاح؟ شو قصدك، معقول تعبت؟ ايه تعبت، لهلا ما صدنا شي، بس عم نمشي. بس أكيد رح نلاقي شي نصيده يا جناب الأمير. يعني ممكن نلاقي شي بطريقنا هلا؟ ايه طبعا، وبيجوز نلاقي ديب. رستم آغا، أنت شفت شي ديب بحياتك؟ ايه يا أمير، طوله هالقد وعليه فروس ميك، وحتى أني بتذكر كان له سنان كتير قوية. رستم آغا، أمرني مولاي. رح نقعد ونستريح شوي. مثل ما بدكن مولاي. وين عم تروح؟ ما كتير عم شوفك هون. مشغول بكتابة يومياتي يا باشا. أنا عم بكتب كل شي شفته وسمعته وكل الأحداث يلي صارت معنا وقت الحملة، ورح سميها يا باشا بيان حملة السلطان سليمان وغزواته على بلاد العجم. منيح، ولا تنسى تسجل اسمي كمان بهي اليوميات يا نصوح، للتاريخ بده وثائق تثبته. إبراهيم باشا، بتمنى ما أكون عطلتكم. أهلاً مصطفى باشا، خير؟ شو في باشا؟ سفراء الملك فرانسوا عم يستنوكم، تعرفوا صار لهم مدة ناطرين يقابلوكم. خبرهم خليهم يجوا، خلينا نشوف شو مشكلتهم. خبر إياس باشا وقاسم باشا يكونوا حاضرين بالديوان. تحت أمرك يا باشا. مولاي السلطان راح لوحده على قصر الصيد؟ لا يا باشا، الأمراء راحوا معه لهنيك.
ورستون راح معهم طبعا. قلت بالحلم؟ ايه بالحلم يا امير. هاي الدولة العثمانية اللي حضرتكن عم تحكموها اجتوا بالحلم للحاكم الاول. مين هو يا اغا؟ هو جدكن العظيم السلطان عثمان يا أمراب. وقتها هي الدولة كانت صغيرة كتير، وبيوم من الأيام شاف الشيخ أديب بمنامه، وهذا شيخ جليل وله قيمة كبيرة، وقال وقتها طلع أمر كبير من قلبه للشيخ ونوره كتير قوي، ومشي الأمر ووقف بحضنه للسلطان عثمان. بعدين طلعت شجرة كتير كبيرة غطت بأغصان وراء الخضرة السماء، وصارت تكبر وتكبر وجذورة تمتد جوات الأرض، ونور الشمس ما عاد بين من وراءها، وكل ما حاولوا إنه يوقفوها كانت تكبر أكتر، وضلت هيك حتى وصلت وراءها على 3 قارات يا أمراب. كل الناس وقتها شافوها وصاروا ينادوا باسمه لجدكن السلطان عثمان وينفذوا أوامره. وقت صحي السلطان من منامه هاد ما قدر إنه يستنى، وراح لعند هذا الشيخ فورا، بارك له الشيخ وقال له إنه العثمانيين بدهم يبنوا دولة كبيرة وقوية وما لها حدود. كتير سعيد لأني عم شوفك عم تكبر وعم بتصير شاب قوي، بس أنا أحياناً عم يغمرني الحزن لما أطلع فيه، لأنك كل ما كبرت عم بتضيع براءتك يا مصطفى. لما ولدت أنا شفت حلم يا محمد، دخلت على جناحي وكان في عتم كتير لدرجة ما بتقدر تشوف أي شيء، رحت مشان شعل شمعة بالغرفة، بس فجأة شفت ضوء قوي كان بيشبه ضوء القمر، ولما قربت من العرش وطلعت عليه منيح لقيتك انت يا محمد، انت كنت نايم على عرشي مثل الملاك. بابا الله يطول بعمرك ويقويك يا ابني، بدعي لربي احميك انت واخواتك ويخليكم لبعض. رستم اغا. امرني مولاي. جهزوا حالكم، ما بدنا نروح متاخرين من هون. يا جنود يلا تجمعوا، جهزوا حالكم بدنا نمشي. شرفوا يا امراء من هون. رستم آغا. مولاي السلطان. اختاروا لمحمد أفضل المدرسين الموجودين ولا تضيعوا وقت من هون ورايح، بدي منهم يعلموه كل شيء وبالأخص قوانين دولتنا العلية. تحت أمرك مولاي. سفير الملك فرانسوا يا باشا، جان دي لافورت. دخلوا. حضرة الوزير الأعظم. أهلا وسهلا سيد فورت. بشكركم على الاستقبال، أنا جاي لعندكم بخصوص موضوع كتير مهم محملني يا الملك فرانسوا. شو هو الموضوع المهم يلي انتو جايين مشانه واللي ما نكون قدرانين تأجلوه؟
الملك الإسباني شاركان عم يحاول إنه يجمع كل الدول تحت سيطرته، وخبرونا إنه إيطاليا رح تكون أول هدف إله يا باشا. إذا حضرتكم ما بتساعدونا رح يسيطر عليها، وبعدين رح يتوجه على أراضينا. قال بده يقضي على كل واحد بيوقف بوشه. شاركان ما قدر إنه يواجهه للسلطان سليمان بأي حملة من حملاتنا السابقة أو يتحدى. جيوشنا تجولت بكل أراضي ألمانيا قبل هلا، وقتها هو ما تحرك من مكانه أو حاول حتى يدافع عن أراضيه. وعم تعتبروه ملك يا فورت؟ شاركان هذا بالنسبة لإلنا هو عبارة عن ملك إسباني جبان ما له أي قيمة ومنحسب له أي حساب بنوب. أها، تشجع واعتدى على أراضينا بعد ما أمنا بحملة العجم، بس بكرة رح يندم على هذا القرار. شاركان هو أضعف من أنه يواجهكم يا باشا، رح يتراجع أكيد. إيه طبعا، ما في شك. انتهز فرصة عدم وجودنا بهديك المنطقة، وراح استولى على الجزائر وتونس. شو هالغباء؟ شاركان بده يدفع الثمن غالي على هذا التصرف. المهم هلأ الملك فرانسوا شو بده وشو المطلوب من دولتنا العالية يا حضرة السفير؟ سلطانة، أخيراً وصلتنا المعلومات المهمة يلي حضرتك طلبتيها. السلطانة، كل البشوات والأسياد ومسؤولين دار الإفتاء والمسؤولين العسكريين وحتى السفراء موجودين بهذا الدفتر اللي بإيدك، وفي معلومات مهمة عن كل واحد بالتفصيل. تعبت كتير يا سلطانة لحتى جمعتن. متأكد إنه حضرتكن رح تستفيدوا من هالمعلومات. حلو كتير. سلطانة، بترجاكي تعذريني على فضولي، بس شو بدك تساوي بكل هالمعلومات؟ أنا بحاجة هاي المعلومات حتى تساعدني بالاختيار يا سنبل. بكرة رح يروح إبراهيم من القصر. لوين بده يروح إن شاء الله؟ رح أخلص منه يا سنبل. أنا وولادي ما رح نرتاح طول ما هو موجود. سلطانة. حضرة الباشا، الملك شاركان لازم ينحط له حد قبل ما يتقدم، ودولتنا ما فيها انه تقاوم اكتر من هيك. ملكنا فرانسوا عم يطلب مساعدة السلطان، ومعروف دولتكن ما رح ينسى طول العمر. نحن شو رح نستفيد من كل هالشي؟ فرنسا هي الدولة الوحيدة اللي عم تقاوم الملك الإسباني، بس إذا بيسيطر عليها شاركان بده يصير العالم المسيحي كله ضدكن يا باشا. بس انتو ما عم توفوا بوعودكم معنا بنوب، بجوز تغدروا فينا بنص الطريق، شو الضمانة؟ مزبوط، بحملة بيجو ألمانيا اللي تواجهنا فيها مع شاركان وقتها ما شاركتوا معنا أبداً. إذا السلطان سليمان بيدعم الملك بهي الحملة ما رح يندم أبداً يا باشا. شاركان ما رح يقدر يواجهنا وقت يشوفنا عم نحارب مع بعض، وبظن حيتراجع عن فكرة إنه يسيطر على أراضي الدول ويحكم العالم يا باشا، وهالشي مهم بالنسبة إلكن. سيد فورت، يا ريت إنه تختصر وتكون واضح معنا وتقلنا شو بده منا فرانسوا بالضبط. دولتنا محتاجة بإنه تدعموها بأسطول، وكمان محتاجة لجيوش دولتكن وتدعمونا بالأموال، وإلا رح نضطر نستسلم. ومستعدين طبعاً بعد موافقة السلطان إنه نعقد بيناتنا صفقة تجارية بالشروط يلي بتناسبكن. إيه، شو رأيكن تقعدوا على جنب ونروح نحارب عنكن؟ سيد فورت، مبادئ دولتنا العالية بتقول إنه بابنا مفتوح لكل شخص بيطلب إنه نقدم له المساعدة، وخاصة لدولة مثلكم. بس الواضح إنه معلوماتك مشوشة ومحتاجة شوية تظبيط سيد فورت. أنا برأيي إنه تستريح وتقضي وقت بمدينة اسطنبول مع رفقاتك، وبس تكون مستعد للمقابلة رح نخليكم تلتقوا بمولاي السلطان.
سلطانة. تعي قربي لهون. جهزوا لك مكان لإلك ورح تضلي فيه. بس قالوا لي إنه مصطفى. شو قلتي؟ أنا بقصد أنت مين مفكرة حالك يا خانم حتى تنادي للأمير باسمه بهالطريقة هي؟ بعتذر منك بس أنا ما بعرف إنه هاد قصر الأمير. أنت مثلك مثل أي جارية، فهمتي؟ بتنفذي أوامره للأمير مصطفى. بدك تعيشي بالحرم لك حسب القواعد والأصول وبس. خدوها. مين المرة اللي قاعدة جنبها؟ فاطمة خانم، هي مفضلته للأمير مصطفى. سلطانة، شوفي كلارا، زمرد أغا بده يشوف حضرتكم. خليه يفوت فورا. سلطانة، كلارا تركينا لحالنا. زمرد أغا، خبرني، بعتوا رسالة؟ طمني سلطانة، بعد كم يوم رح توصل. واثق من هالشي؟ سلطانة أنت لا تاكلي هم. يحيى أفندي. شوفي، وصل هلأ آغا من العاصمة وجاي معه مكتوب لحضرتك. عطي هدول للآغا وقل له خليه يستناني. أمرك يا أفندي. من لما رحت من اسطنبول صار دفتر الأشعار رفيقي طول الوقت. ما تأكل همشي، ما حدا رح يعرف بالدفتر، وبس أقدر شوفك رح سلمك هالدفتر شخصيا. وبتمنى من كل قلبي انه تكون صحتك وصحة اخي الامير مصطفى منيحة، وتكون ايامكم كلها سعادة وخير. من بعد ما رحتوا من هون اسطنبول صارت كتير باردة ومملة. فيروزة خانم، شو صاير؟ ليش طول الوقت قاعدة هون؟ مولاي السلطان رجع، ما هيك؟ مزبوط رجع، بس لشو عم تسألي؟ لا تنسي يا فيروزة أنه اليوم الخميس، فلا تتأملي أنه يستقبلك. أنت بشو عم بتفكري؟ في مجال تتركني لحالي نزار آغا؟ إيه؟ وفي حال صار وأنا اللي كنت الخسرانة، بدون تردد رح أشربه لهذا السم. وأنت يا فيروزة عندك الجرأة تعملي مثلي؟ وما بتردد للحظة. تعرفي أنه جلالة السلطان مخصص ليلة واحدة بالأسبوع وهي ليلة الخميس ليقضيها مع هيام. إذا قدرتي أنه تخربي هالقاعدة بس مرة واحدة، وقتها أنت بتكوني جبتي نهايتها. بابا محمد، خد اخواتك وروح على الحرم لك. مريم، بابا
مريم أنا مو فاضي. بابا لو سمحت، من وقت ما رحت وأنا عم استناكن. أنا بعتذر، قللت من احترامك، بس والله ما كان قصدي إزعجك، وكمان السلطانة مزعوجة مني لأنه هي ما عرفت إني إجيت حكيتك، وبس عرفت عصبت كتير. سامحني يا مولاي. إذا بتعيديها. والله ما رح عيدها، وما بقى زعلك، بوعدك بهالشي. حضرة الأمير، روحي خليهم يجهزوا لي الحمام. رح خليهم يجهزوه فورا. محمد. سلطانة، أهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتكم. حرارتك مرتفعة يا روحي، لا تكون مريض. سلطانة شو هاد اللي عم تساوي؟ شو؟ أنا ما عدت ولد صغير. بس في حرارة. مو مشكلة، عن إذنك يا سلطانة بدي غير ثيابي. طالما هيك أنت لازم ترتاح، بيجي بشوفك بعدين. ادخل. حضرة الباشا. سنبول آغا، شو كيف أمورك؟ السلطانة هيام ممنونة منك ومن خدماتك السامية. الله يخليك يا باشا، ما في فرق بين سلطاناتنا بنوب، أنا خادم عند كل السلطانات. ايه مزبوط، صحيح. شو جابك لعندي؟ السلطانة هيام بعتتني لعند حضرتك، بعتتني مشان أقول لحضرتك إنها بدها تشوفك لتحكي معك بموضوع مهم كتير. مهم؟ إيه والله يا باشا. إيه ماشي، إلا للسلطانة أني ناطرة هون. مو هون يا باشا. حضرة الباشا. أهلا وسهلا أبو السعود أفندي. شكرا كتير يا حضرة الباشا، صحتك منيحة إن شاء الله؟ نشكر الله. خبرها للسلطانة أني بعد شوي بيجي. تحرك. أمرك فوق راسي يا حضرة الباشا. السلام عليكم. خير، شو سبب هالزيارة يا أبو السعود أفندي؟ مولاي السلطان إله خبر بزيارتي، في أمور بدنا نناقشها أنا وياه، وحضرته عم يستناني. مولاي، ما توقعت تجي بهالسرعة يا حضرة القاضي. وكلتني بمهمة يا مولاي وما بصير اتأخر فيها. أهلا وسهلا، تفضل اقعد. مولاي التقيت مع سفير فرانسوا وبلشنا بالمحادثات. إبراهيم هلأ مالي فاضي، بنحكي بعدين. شو فكرت باللي قلت لك يا؟ أنا بحثت يا مولاي واطلعت على عدة كتب كمان. شو هي القوانين اللي شفت فيها مشكلة؟ بعد الاطلاع أنا شفت إنه الدولة العالية لازم تعيد النظر بكتير من القوانين. قوانين ضرائب الدولة وملكية الأراضي اللي عنا مو كافي أبداً، وبالأخص إنه الشرح تبعه لازم يكون واضح منيح.
وبالنسبة لقانون المحاكمات لازم أنه نعيد النظر فيه كلياته مرة تانية. وإذا بدك رأيي يا مولاي، أنا بشوف أنه نرجع نعيد صياغته. صدقني يا مولاي، ما القانون كتير ضروري، لأنه الدولة اللي ما بيكون فيها عدالة ما بيكون فيها رحمة بنوب. وإذا بتسمح لي هلأ بدي أقدم لحضرتك بعض الأمثلة اللي موجودة بدولتنا يا مولاي. إيه طبعاً، تفضل. مولاي، وضع الهيئة العلمية والفنية اللي موجودين بدولتنا محزن كتير. أكيد هالهيئة بحاجة لتنظيم جديد، بس طبعاً هذا الموضوع من مهام القضاة العسكريين مو من مهامي. تركنا من مهام القضاة العسكريين، أنت هلأ قل لي أفكارك، وإذا اقتضت الضرورة بتروح بتشرح لهم أفكارك ليطبقوها. مثل ما بتأمر حضرتك يا مولاي. شو في عنا كمان أمثلة؟ إيه صحيح مولاي، قانون الخدمات. من الضروري أنه نيسر أمور القضاة والمدرسين الجداد اللي عم يستنوا تعيينهم يا جلالة السلطان. يعني صاروا عم يتقاتلوا مع بعضهم ويتخانقوا مين بده يتعين بالأول، فمستحيل تتحقق العدالة بالدولة وتتقدم بالعمل إذا كان في بيناتهم هيك مناحرات يا مولاي. مزبوط هالشي أستاذ شلبي، مو هيك بينادولك؟ مزبوط يا مولاي السلطان، معظم الناس بينادوا لي هيك. كتبت اقتراحاتك؟ كتبتهم يا مولاي، بس هدول يعني هدول الانطباعات الأولية. راح خليهم يناقشوهم بالديوان لحتى أشوف شو رأيهم. التشاور مطلوب يا مولاي السلطان. سبحانه وتعالى وصى المؤمنين بآية من آياته المنزلة علينا بالشورى دائما فيما بين المؤمنين يا مولاي، وبتقول الآية الكريمة: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى بهالآية الكريمة أمر كل عباد الأرض بالمشورة فيما بينهم، وبعد ما يقوموا بالصلاة سبحانه وتعالى راح يهدي هالعباد إلى الطريق الصحيح يا مولاي. بتوقع أنه أنت بتفسر القرآن؟ بشكر الله يلي أعطاني هالقدرة حتى أبدأ بتفسير كتابنا العظيم يا مولاي، وإذا الله أعطاني عمر راح أخلص تفسير كل هالكتاب الكريم يا مولاي. تفسير عالم مثلك يا أستاذ شلبي بيتدرس بكل المدارس والجوامع لأجيال. شكراً مولاي. ليلي، كيف لقيتي وضع البنت؟ صحتها كتير منيحة ما شاء الله عليها، ما عندها مشاكل بنوب. ديري بالك عليها، على طول ابقي زوريها، ما تخليه ينقص شي. كوني مطمنة يا ألفت خانو، بدي اياكي تهتمي فيها على طول. مولاتي انت لا تاكلي هم. منيح، فيكي تمشي. سلطانة، تعي 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 لعندي. تعي انتي، شو اللي جابك لهون وشو دخلك؟ كيف شو دخلني؟ مين اللي سمح لك تطلعي من القصر؟ بصراحة انا اجيت مشان السلطانة هوري جيهان مريضة، ولهيك اجيت لحتى شوفها. وما في حدا غيرك ليداويها؟ جبت لها مرهم جديد. خلص على المرهم. قال سنبول آغا، تركه وتعال لعندي. سلطانة، يلا روحي على شغلك. يلا. هيك ما بيصير يا ألفت، ما بيصير البنت تربى وحيدة، لازم يكون عندها أب وأم. فكرة معقولة يا سلطانة، بس عند مين فينا نحطها؟ لازم نكون واثقين فيهم. فينا أنه ما نقول لهم هي بنت مين؟ خلينا نلاقي لها عيلة يكونوا مناح ونثق فيهم.
سلطانة؟ سلطانة هيام بدها تشوف حضرتك. شو جابها هي هلأ؟ دخليها. سلطانة، ألفت خانم. خير يا هيام؟ بتوقع اجيتي لهون لتحكيني بموضوع مهم؟ بصراحة من زمان كنت حابة إنه زور حضرتك، واليوم لزبطت معي. سلطانة، الحمد لله على سلامة صغيرة ومعافاية إن شاء الله. ليش؟ شو صار؟ مو سلطانة الصغيرة هوري جهان مريضة؟ هيك قالوا لي. شو هالحكي سنبول؟ هي فوق عم تلعب مع أخوها وما فيها شي. لكن سامحيني يا سلطانة، بيجوز كون متوهم. ليش اجيتي يا هيام؟ زوجك الغالي إبراهيم باشا لساته بحبها لست فريال، واضح إنه مو قادر ينساها. هالحكي كله كذب. مدام أنتي مو صدقتيني فيك تروحي وتتأكدي. هو هلأ معه بالقصر الرخامي، صار لهم مدة عم يلتقوا هنيك. يلا بسرعة روحي، روحي وشوفيهم بعينك. انت شو اللي جابك لهون؟ باشا بصراحة السلطانة هيام هي اللي بعتتك لهون مو هيك؟ هي مفكرة انه ممكن يصير شي بيناتنا ونرجع مثل الأول، ولهيك بعتتني لحتى شوفك. الله شاهد على كلامي انه هاي هي أمنيتي، بس مستحيل هالشي. لكن ليش اجيتي لهون؟ في موضوع حابة إنه نحكي فيه. ليكي ارجعي لعند صاحبتك ويام. يلا أرجوك لا تسيء الظن فيني يا باشا، اللي أنا مرقت فيه كان حلو بسببك. عن جد أنا حبيتك، حبيتك من دون مقابل، وما اشتكيت من شي وخسرت كل شي مشانك. أنا راضية بكل شي بده يجي منك. لو أنتي ما خبيتي عني موضوع حملك أصلاً ما كان أبداً صار شي من اللي صار. ورغم هالشي أنا ضليت جنبك وحميتك للأخير وبعدتك لعند أخي، بس شفتي شو صار. ومع هيك أنت لهلأ عم تخدميها للحية هيام اللي جابتك وسلمتك للموت. بس أنت كمان مجرم يا باشا، عايش مع وحدة قتلت بنتك. راسي اسمعك عم تقولي عنا هذا الشيء، فهمتي؟ لأن السلطانة مو إنسانة ظالمة لدرجة إنها تروح وتقتل طفل بريء ماله ذنب. طيب أنا شو ذنبي يا باشا؟ شو ذنبي إذا ما حبيتني؟
أنا بدي منك شغلة يا باشا، لأنك مديون إلي. شو هي؟ زوجوني لرستم آغا. سلطانة، قلت لك لا تروحي، ليش ما كنتي تردي؟ ما رحت يا ألفت، أنا ما قدرت. تصرفك بمحله، لأنه هذا كله افتراء لا تفكري فيه أبدا. ليش هو يعني ما خانني قبل هلأ؟ قلي لي يا ألفت، شو بيعرفني إنه ما رح يخونني؟ أصلاً ما طلب العفو مني ومانو ندمان. سلطانة، والله خفت يا ألفت. خفت شوفهن مع بعضهم. شوفي كيف حالتي، شوفي الوضع اللي وصلت له. معقول انهان بهالطريقة؟ أصلاً هيام هذا اللي بدها إياه. ما بيصير تفكري هيك يا سلطانة، هي حابة إنه تزعجك وتنزح حياتك. نجحت، جلالة السلطان سليمان المعظم. مولاي فيروزة، قالوا لي بغيابي انك ما طلعتي من غرفتك بنوم. شو صاير معك يا فيروزة؟ ما في شي كتير مهم. قليلي مين هو اللي مزعلك؟ مولاي المهم انك رجعت، ما بدي شي تاني بنوب. شو هاد؟ شو اللي عرقبتك؟ احكيلي. كيف كان لقائك مع الباشا؟ منيح. شو بس هيك بدك تقولي؟ طلبتي روح احكي مع الباشا واكسب قلبه مرة تانية. وشكله في أمل يا سلطانة. والله جد؟ سألته لأعرف كم معلومة، قام سكت وما جاوبني. واضح إنه محبتي لهلأ لساتها موجودة بقلبه. شو صار بعدين؟ راح. مدام هيك حاولي إنه تظهري كل مهاراتك، خليه يعشقك مرة تانية. فيكي تروحي. نازلي، تأكدي إذا السلطانة خديجة راحت، شوفي شو اللي صار. أمرك يا سلطانة. دستور حضرة السلطان سليمان المعظم. سليمان، أهلا وسهلا.
جهانجير كيف صار؟ أحياناً عم ينوجع، بس هو الحمد لله منيح. منيح. بعد شوي رايحة لجهز حالي، لأنه اليوم ليلة الخميس. أنا كتير حابة إنه أكون معك اليوم. سلطانة، إبراهيم أنت. أول شي في موضوع حابب أحكي معك يا سلطانة. بيتعلق بالست فريال. سلطانة، هي مجوهراتك. في شي خبر من السلطانة خديجة؟ لهلأ ما في خبر سلطانة. شو صاير معي يا ترى؟ يلا، ما رح خلي شي يزعجني بنوب هاي الليلة. سنبل آغا، خلص أكلك بسرعة وروح من هون بلا ما يجي حدا يشوفك عندي. وإذا شافوني هون يعني؟ لك أنا عم باكل يا بني آدم. أستغفر الله العظيم، ما خليتنا نعرف نتهنى بلقمتنا، وقفوا بزلعومتي. لك ما سمعت شو قالت عفيفة خانون؟ قالت ممنوع تفوت لهون، لسه قبل يومين بهدلتنا. يا سيدي إذا لسه بتحكي كلمة واحدة لحطك جوات الطنجرة. زلعوت! صح، وانا سنبول آغا، جبت لك الداي. منيح، يلا تيسر. خير؟ انت خليك بشغلك، لا تتدخل. تعي لهون يا خانو، تعي. آغا، انت جوعانة شي؟ يسلموا ايديك، انا سبقتك قبل شوي. منيح مدام هيك. شكري آغا، جبلنا حلويات ناكل حلو مشان نحكي على رواق. والله هيك عم يوصلني، قال عم تطلعي لبرا بدون إذن. حضرة السلطانة خديجة كتير بتحبني، ومثل ما بتعرف أنا ولدت حضرتها بولادها، لهيك بروح لعندها أوقات. هلا انت فيكي تروحي وين ما بدك، ما حدا بيمنعك، بس بالاول اطلبي اذن. يعني اذا كل وحده بدها تعمل اللي بيجي على بالها الحرام لك بيصير فوضى. سامحني يا اغا. ايه يلا فيكي تروحي، شوفي شغلك. اغا هي اخرتها عم تمشي شغلك من المطبخ؟ وين حلويات؟ لا إله إلا الله، لك شو هالشغلة هاي؟ عفوا سلطانة، بس جلالة السلطان مشغول هلا. امتى رح اقدر البسه؟ بكير، لسه بده شغل كتير. انا متلهفة زين ايدي فيه لانه خاتم مميز مثل حبنا يا مولاي. كتير حلوة هالمراية. كل ما اطلعت بهالمراية رح تشوفني.
بدك تشوفها لهيام اللي عشقتك. فهمني مين اللي عنده؟ سلطانة. اللي مين؟ فيروزة خانم يا سلطانة. هو خان قلبي اللي شاريه. يا رب بعد كل الناس لأجله وهو باعني وخلى كل الناس تشمت فيه. يا رب هو عاهدني عاهدني ووعدني وقال لي مستحيل يجي يوم واتخلى عنك. انت قدري يا هيام، أنا ما فيني غير قدري. كيف هيك صار؟ يا رب ساعدني، أنا ما فيني أعيش لحظة واحدة بدون حبه. سليمان أنا عشقتك بجنون وما حبيت غيرك. ليش اخترت البعد عني؟ ليش جرحتني؟ جرحك يا سليمان مو بس بكاني وذبحني. أنا من اليوم ما عاد إلك حبيبي، لأنه في وحدة تانية بقلبك. حبيبتك هيام من اليوم ما لها موجودة. يا رب سامحني، ما فيني أتحمل، ما فيني أتحمل فراقه، ما فيني أتحمل ظلمه، ما فيني أتحمل العذاب. ما رح أقدر شوف وحدة تانية عم تقاسمني حبه وحنانه. خلاصتي الوحيد. أنا تعبت من الغربة، يمكن صار لازم أرجع لأصلي. يا رب خليني أروح لعند عيلتي، خليني أروح لعند ناس بيشبهوني. رح أعيش أيام سودا لأني ما رح أسترجع حبيبي. هاي هي سنة الحياة يا هيام. بعد الربيع أكيد رح يجي الخريف البارد. يمكن صار الوقت اللي لازم يوقف قلبي فيه عن الخفقان وترجع الروح لخالقها. يا رب سامحني، سامحني يا رب. سلطانة شو هذا اللي عم تساوي؟ انت كيف هيك بتصغي بروحك؟ اصحي يا سلطانة، حضرتك عندك 5 أولاد، معقول تقتلي حالك وتتخلي عنهم بهالسهولة؟ عفيفة خانم، حضرة السلطانة، سلطانة لا تخافي يا سلطانة، أنا هون جنبك.
هيلينا ليش ما عم تاكلي؟ شفت فاطمة اليوم، الولادتها قربت ورح تجيب لك ولد قريبا. مو بس هي يلي زعجتني، في غيرها هون عشرات الجواري كلهم بيتمنوا يكونوا محلة. هالوضع كتير غريب علي، أنا ما في اتحمل إنه تيجي مرة تانية وتلمسك، ولا ما في اتحمل. هيلينا صحيح أنت أمير، بس وقت أنا تعرفت عليك، وقت عشقتك وحبيتك، كنت إبراهيم، كنت واحد عادي، واحد منا. بس هلأ صدقيني أنا حاسس بالشعور اللي جواتك. مالك حاسس؟ ما بعرف كيف بدي اتعود على عيشتكن، كل نهار محبوسة بالقصر وصار ممنوع انه اطلع لبرا. كتير اشتقت لأمي ولأبي ولريتا، حتى لحياكة السجاد والبسط. إلينا يا حبيبة قلبي وروحي، إذا مزعوجة لهالدرجة فيكي تطلعي لبرا إمتى ما بدك، وباخدك لعند عيلتك كمان. بتوعدني؟ أي وعد. تعطي هي للآغا وبتقله يوصل هي الرسالة للعاصمة. حاضر يا بيك. سلطانة شو هذا اللي بعته؟ رسالة لأهلي يا سلطانة، حابب خبرهم عن وضعي. فهمت. خير صاير شي سلطانة؟ مصطفى وضعه بآخر فترة مو عاجبني بنوب، كتير متعلق بهديك البنت وهي مالة علامة خير. بس حضرة الأمير كتير مبسوط، في عنده وظائف أهم من هيك، بدي تكون عينك وإذنك عنده يا تشالي جالي. حماية الأمير مصطفى هي أساس وظيفتك من كل خطر ممكن يتعرض له. هذا واجبي يا سلطانة. حياته للأمير بتكون مليانة بالمخاطر على طول، ولهيك لازم نراقب كل شاردة ووردة عم بتصير حواليه لحتى دائما نكون مستعدين. والمفروض يصير عندي خبر بكل خطوة بيخطيها يا تشالي جالي، مفهوم؟ إذا صار شيء بيتجاوز قدراتي فوراً رح خبر حضرتك. حضرة الأمير. أنت شو اسمك؟ لارا. لوين كلارا؟ مالك حابة تضلي هون؟ بس يا أمير أنا كيفك جناب الأمير؟ بس ما أكون زعجتك. تعالي فوتي مريم. سلطانة حلوة مو هيك؟ مين هي؟ يعني مو عارفان مين. كلارا يا روحي. شو بدك مريم؟ محمد فيني اعتمد عليك؟ مريم خلصيني وقولي لي شو بدك. انت قريباً رح تروح على مانيسا. ايه مزبوط. انا حابة روح معك. انت مو بحاجتي، بكفي تطلبي هالشي من السلطان. ايه مزبوط، بس اذا السلطانة ما راحت ما بيسمح لي اني روح. طيب انت ليش كتير حابة تروحي لهنيك؟ لتكوني بلشتي تشتاقي لناهي الدوران؟ لا مو مشتاقت لها، انا اشتقت لشوف اخي مصطفى. مالي مصدقك. على فكرة انت مديون لإلي يا محمد، بتتذكر؟
هيلينا، جنان خانم، تعالي معي. ليش شوفي؟ انتي لشو على طول بتسألي يا خانم؟ ساوي مثل ما عم قلك وبس. روحي قدام. قال حضرتك بدك ياني؟ في شوية حكي وصلني عنك. قال جابوكي لهون غصب عنك وحابة تروحي وطالبة من جنان إنه تساعدك. مزبوط هالحكي يا هيلينا؟ مزبوط. وقت إجيت لهون ما كنت مبسوطة، بس هلأ كأني ولدت من أول وجديد. هالحكي شو معناته؟ يعني أنا حابة أكون جنب سمو الأمير. هاي الأمنية مو بهالسهولة ممكن تتحقق. إذا بدك تروحي منساعدك. ما بدي أرجع أصلاً، ما بيصير، ما حدا فيه يطلع. روحي من وشي أحسن لك. سلطانة، بظن انك امبارح كتير زعلتي، يمكن لانه قضيتي الليلة لحالك. حضرتك عملتي معي اتفاقية يا سلطانة. حضرتك قلتلي انك مستعدة تشربي السم اذا اثبتلك انه عشقك انتهى. مزبوط، اي هيك قلتلك. اخذت منك خلوة ليلة الخميس، وهالشي اكبر اثبات انه عشقك انتهى. لساتني عند وعدي. لو انك فعلا سويتي اللي قلتيه وقتها كنت رح سلم بالهزيمه. وهالشي صار. انت عمين عم تضحكي يا خانم؟ مولاي السلطان رجعك عقودتك امبارح بالليل. انت رح تقتلي حالك على الفاضي يا سلطان، وهالتصرف ما كان له لزوم بنوب. اسمعيني، مولاي السلطان رجعها لفيروزة وما سمح لها تقضي الليلة معه. عفيفة قولي الحقيقة. هذا اللي صار يا سلطانة. السلطان بعتها من عنده من وقت ما حضرتك رحتي من هنيك. الخلوة ما صارت. وحتى لو ما صار شيء، المهم إنه السلطان طلبني إلي. يعني ما طلبك يا سلطانة؟ مو مهم يا فيروزة إنه يطلبك، المهم تبقي هنيك. شو فايدة هالحكي؟ أنا اللي رح أربح، ولسه في قدامنا كتير أيام خميس. بكرة أو بعده حيمل منك، فأحسن لك لا تتوهمي. شوف، بكره بتروح بتوصل الاغراض على اوضه السلطانه، ماشي؟ حاضر. اوعك انه تقصر بشغلك، مفهوم؟ مثل ما بتامري ست فريال. ست فريال؟ انتي هون وانا عم دور عليكي؟ خير ان شاء الله. امشي قدامي، روحي. لوين رح نروح عفيفه خانم؟ السلطانه خديجه بدها اياكي هلا، بدنا نروح لعندها على القصر. شو اللي صاير؟ خير، ليش بدها ياني؟ انا شو بيعرفني؟ بعتت وراكي. امشي امشي قدامي. يلا ادخل. مولاي، اجت السلطانة ويام. دخلها.
سليمان. خير هيام، شو الموضوع؟ بدي اطلب منك شغلة يا سليمان، وبتمنى انك توافق. انا حابة انه ابني وقف. فكرتي لشو بده يكون؟ اي من زمان فكرت، ورح يكون مركز كبير، مركز لمساعدة الفقراء والمحتاجين. اذا بدك هالشي رح خليهم يخصصوا لك ميزانية. مو مشكلة سليمان، بدي ادفع كل تكاليف هذا الوقف من حسابي الخاص، وكمان حابة استضيف بالحرم لك زوجات الأشخاص المهمين بأركان الدولة. بدي ابني هالمركز من خلالهم، وبدي اطلب منهم دعمهم الكامل، بس مو دعمهم المادي، لأنه أنا بحاجة إنهم يكونوا ضمن مجلس الهيئة للوقف. واضح إنك مفكرة بكل التفاصيل. أنا رح أسمح لك تساوي اللي بدك يا هيام، وإذا احتجتي أي شيء بس خبريني. سلطانة، إبراهيم باشا، قربي لعندي فريال، تعالي. أكيد حابة تعرفي ليش بعتنا وراكي يا فريال. رح نقلك السلطانة هيام، تعرف إنك جاي لهون؟ لا أبداً يا باشا. منيح. سلطانة، باشا، قال طالبين تشوفوني. تعال رستم أخ. سامحوني بس مولاي هلا بيسأل عني، ولازم ارجع على القصر دغري. ولا يهمك، بس الموضوع اللي بدي اياكم فيه ضروري، لأنه بيتعلق فيكم. مين نحن؟ انت وفريال. قررت اني زوجكم لبعضكم. أنت طلبتي هذا الزواج؟ أكيد لا، أنا مالي خبر بنوم. لكن كيف قرروا هذا الشيء؟ كيف شافونا مناسبين لبعض؟
القصة واضحة يا آغا، الباشا حابب يتخلص منك وسلطانة حابة تتخلص مني، قاموا اتفقوا مع بعضهم ليتخلصوا منا بهالزواج. يلاموا على كيفهم، سلطانة ويام رح تمنعهم. ليش هيك عم تقول؟ كل هالقد ما عاجبك الزواج مني؟ سنبول لوين راح؟ راح ورا هديك الداية يا سلطانة. آه مو مشكلة، هالمرة الداية أكيد عم تخبي شي. يعني لو كانت السلطانة خديجة حامل ليش لا تخبي؟ سنبول آغا عم بيدور على حجة ليطلع برا يا سلطانة. سلطانة شو هالزيارة المفاجئة؟ اجيت مشان شوف السلطان، قلت بالمرة بمر عليك وبشوفك. الأفضل أنه تشوفي فيروزة، لأنه بهالفترة هي بحاجة لعقلك، لأنه لولاكي ما كانت وصلت للسلطان. بعرف شو عم تساوي يا هويا، عم تستغلي طيبتها وضعفها للمسكينة فريال لحتى تنصبي فخ لزوجي. بس لمعلوماتك أنا واثقة فيه لإبراهيم، وأكيد ما رح وقف عند هيك ألعاب تافهة. سلطانة كل شي ببلش بهيك ألعاب، شرارة واحدة بتكفي لترجع تولع النار جواته، والشرارة هي مستحيل تولع يا هويا، لأنه اليوم قررنا أنا وزوجي نزوج رستم آغا لفريال خانو. سنبول آغا، أنت لوين رايح يا سنبول؟ السلطانة هيام طالبة إنه تشوفني يا سلطانة. وضعك هاد معاجبني بنوب يا سنبول آغا، والباشا مزعوج منك. أنا عبد مأمور يا سلطانة، يعني شو طالع بإيدي؟ السلطانة هيام هي اللي عم بتدير حرم ريك القصر. انتبه على حالك، عيوني عليك. شبهك سلطانة. سمبول إذا ما عندك خبر منيح وبيفرح روح فوراً، روحي واصلي لرأس مناخيري. فريال ورستم آغا رح يجوزون لبعض. هذا اللي ما كنت حاسب حسابه، بس بظن إنه هي الشغلة لمصلحتنا. على القليلة فريال رح تتزوج واحد منا ورح نشوف ولاده عن قريب، شو رأيك؟ مصر إني اتفشش فيك، ما هيك؟ رح يضربوا عصفورين بحجر، فريال ورستم آغا. سلطانة شو بدك؟ اليوم عرفت شغلة يا سلطانة، والله لتنهز الأرض تحت رجليكي. بدك تديري بالك وتهتمي فيها كتير منيح، وأكيد ما رح ينقصك أي شي. سلطانة وصتني فيها مخصوص لهالبنت، انتي بس قلي لي شو ممكن تحتاج اغراض وانا بجيب لك اياهم بنفسي. هلا بصراحه لازمني شويه فواكه وخضره بس، وهيك بكفيني.
بنت الست فريال مو هيك؟ سلطانة بسرعة جاوبيني، هي بنت فريال وابراهيم باشا ولا لا؟ ردي. Thank you.